أهلا وسهلا بكم وأرحب بكم في مقررنا مبادئ الإدارة. وتحدثنا في المحاضرة الماضية عن تطور الفكر الإداري المعاصر، يعني تحدثنا عن المدارس العلمية للإدارة، وتحدثنا كيف بدايات المدرسة الكلاسيكية ثم انتقلت إلى العلاقات الإنسانية، ثم في آخر شيء تحدثنا عن المدرسة الناضجة. اليوم راح نتكلم عن موضوع يعني مختلف شوي لكنه مهم جدا، وهو موضوع البيئة وثقافة المنظمة. وزي ما نعلم أن البيئة هي كل ما يحيط بالمنظمة من الداخل ومن الخارج، فنسميها بيئة داخلية وبيئة خارجية. أما المحور الثاني لمحاضرتنا راح نتكلم عن ثقافة المنظمة، وثقافة المنظمة هي كل ما هو موجود في المنظمة من عادات وتقاليد وأعراف وسلوكيات وأنظمة ولوائح. هدف هذه المحاضرة أن احنا نتعرف على البيئة والثقافة، بيئة المنظمة وأنواع البيئات ثم ثقافة المنظمة. وينتظر من الطالب أو الطالبة بعد نهاية هذه المحاضرة أن يكون ملم بما هي البيئة وكيف نشاطها على المنظمة، ما هي أيضا ثقافة المنظمة وطبيعتها والعناصر المكونة لها. وكذلك راح نتحدث عن موضوع العولمة والأبعاد الدولية للمنظمات اللي هي تقريبا الإدارة الدولية. المحتوى الرئيسي لهذه المحاضرة، أول شيء راح نعرف البيئة وثم مفهوم البيئة الداخلية والخارجية، العلاقة بين البيئة والمنظمة، تعريف ثقافة المنظمة، العناصر المكونة ثقافة المنظمة، التنوع الثقافي والعولمة، وأبعاد بيئة الأعمال الدولية. زي ما نعرف أول شيء كل منظمة تعمل من خلال بيئة، بمعنى أن الجامعة تعمل في بيئة الأكاديمية اللي هي بيئة التعليم العالي، المدرسة تعمل في بيئة التعليم العام، المستشفى يعمل في بيئة الصحة، المحل التجاري لبيع مثلا البقالة يتبع لمراكز التسوق. إذن هذه البيئة هي كل ما يحيط بالمنظمة من الداخل وكل ما يحيط بالمنظمة من الخارج. المنظمة تعتبر نظام مفتوح، ليش؟ لأنها تؤثر في البيئة الخارجية وتتأثر بها، بمعنى أنه لو كان عندي أنا الآن نظام في الدولة، هذا النظام يحد من استخدام مثلا يعني السعودة في الوظائف بما لا يتجاوز عن 15%، إذا معناها هذا النظام موضوع من الدولة، يجب أن أتأثر بهذا النظام. كذلك الأنظمة الداخلية لهذه المنظمات تحترمها، أي نظام، قواعد المرور، قواعد السلامة، الإجراءات الإدارية إلى غير ذلك. إذن المنظمة زي ما قلت قبل شوي تؤثر على البيئة الخارجية وتتأثر بها. شلون تؤثر؟ لو أخذنا مثال بسيط جدا، نقول إن البنك، أي بنك من البنوك، لديه مسؤولية اجتماعية مع المجتمع الخارجي. المسؤولية الاجتماعية معناها أنه يقدم خدمات خارجية، بمعنى أنه نشوف أرامكو تبني مدارس، نشوف البنك هذا يقدم مثلا خدمات، يعني يدعم راعي رسمي لكثير مثلا من المؤتمرات أو كثير من الندوات، إذن هو شريك فعلا في المجتمع. هنا هذه النظرة نجد أن المنظمة بدأت تتجه إلى المجتمع وتؤثر فيه وبدأت تتأثر به. فلو نأخذ مثال حقيقة قوي جدا، وهو أن جامعة الملك فيصل يمكن وضعت في المنظومة الرئيسية لها الريادة في الشراكة المجتمعية، بمعنى أنها تريد أن تكون رائدا في مجال خدمة المجتمع. هذا يعتبر له دور كبير جدا في أن الجامعة يجب أن تدخل إلى المجتمع، يجب أن تشارك في أنشطة المجتمع، يجب أن تذهب إلى المجتمع وتبدأ تبحث عن فرص لمشاركة أبناء وبنات المجتمع في أي نشاط. إذن هذا الدور معناها أن المنظمة اللي هي جامعة الملك فيصل ليست مغلقة، هي منظمة مفتوحة. ويمكن مثال أقوى هو الانتساب المطور، هذا اللي فتح مجال كبير جدا للجامعة مع المجتمع الخارجي. نجد أن عندنا طلاب وطالبات في نجران، ونجد طلاب وطالبات في الكويت، وطلاب وطالبات في مختلف الدول. هذا معناه أن هناك تأثير من الطرفين، أن هذا الطالب يستفيد من الجامعة في أنه يحقق دراساته، وكذلك تؤثر الجامعة في أنها تنقل التعليم إلى مناطق مختلفة عالميا.
البيئة الأساسية التي نعمل فيها هي عنصر رئيسي لنجاح المنظمات. إذا قلنا أن هذا النظام موجود في داخل هذه المنظمة لكن ليس بالضرورة موجود في منظمات أخرى، معناها أن هذه البيئة أو هذه الثقافة الموجودة لدى هذه المنظمة هي تفرز طبيعة أو إيمج اللي هو يعني صورة ذهنية لدى هذه المنظمة في الخارج. فلما نقول مثلا أن هذه الصورة الذهنية هي إيجابية من ثقافة المنظمة، لو هذه الصورة الذهنية سلبية أيضا من ثقافة المنظمة، معنى أن ثقافة المنظمة لها دور كبير جدا في التأثير على البيئة الخارجية. إذن لو جينا نلخص الكلام اللي قلناه قبل شوي والأمثلة اللي أخذناها قبل شوي كمقدمة، البيئة بالمعنى الواسع هي كل العوامل والمتغيرات الخارجية التي تؤثر في نشاط المنظمة بصفة مباشرة وغير مباشرة. لو جيت أقول مثلا الآن المستثمرين، ولو جيت أقول أنتم لو أخذنا مثال على الأسهم الآن، المساهمين هل يؤثرون في نجاح هذه الشركة أو لا؟ طبعا يؤثرون، إذا دخلوا بكميات كبيرة من هذه الأسهم رفعوا من قيمة السهم، وإذا دخلوا بكميات قليلة معناها أن راح ينزل قيمة السهم. إذن المساهمين يعتبرون مؤثرين في نجاح هذه المنظمة. لذلك كل الأطراف اللي نتكلم عنها سواء المستثمرين، المستهلكين، المنافسين، الملاك، التكنولوجيا، الأنظمة، اللوائح، القوانين، كل هذه نسميها البيئة الخارجية التي تحيط بالمنظمة وتؤثر فيها. إذن عندنا بعدين رئيسيين للبيئة زي ما قلت في البداية، عندنا البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. البيئة الداخلية المقصود فيها البعد الداخلي، بمعنى أن كل ما يحيط بالمنظمة من الداخل، مثل إيش؟ مثل العاملين، مثل الملاك، مثل مجلس الإدارة، مثل البيئة المادية، مثل الأموال، مثل التجهيزات، كل ما يتعلق بالمنظمة من الداخل نسميه البيئة الداخلية. البيئة الخارجية هي كل ما يتعلق بالمنظمة من الخارج. يعني الآن لو جينا نتحدث عن مستشفى نقول أن وزارة الصحة لها أنظمة وأيضا المحيط الخارجي يؤثر، يعني قوانين وأنظمة الدولة وأيضا زي ما قلنا يعني التكنولوجيا وأيضا المنافسين وأيضا مجلس الإدارة وغيرها، كلها لها دور كبير جدا في وضع التصور اللي هو الكامل لهذه المنظمة، بمعنى أنها يحيطها من الخارج مجموعة من المتغيرات ومن العوامل التي تؤثر فيها وتتأثر بها. لو كان هذا المستشفى يقدم خدمات متميزة راح ينقل يعني نقلة نوعية في الإيمج، أن الصورة الذهنية لهذا المستشفى أنها متميزة، ولو كان يقدم خدمات متدنية راح يظهر أيضا في المجتمع الخارجي أنه يقدم خدمات متدنية. لذلك الترمومتر الحقيقي والمقياس الرئيسي لنشاط أي منظمة هو العميل. العميل هو اللي يقول والله هذا كويس مش كويس. إذن البيئة المختلفة للمنظمة زي ما تحدثنا عنها من قبل شوي، نقول المنظمة يرتبط فيها البيئة الخارجية الخاصة اللي ترتبط فيها مستشفى، نقول الصحة، لكن البيئة الخارجية العامة لا، اللي هو المنافسين الدوليين اللي موجودين في دول أخرى قدموا خدمات مثلا منافسة لهذا المستشفى. إذن أنا لابد أنظر للبيئة الخارجية العامة، ليست البيئة الخارجية الخاصة ولكن أيضا البيئة الخارجية العامة التي تحيط بهذه المنظمة من الخارج. لاحظوا معي الآن أن احنا عندنا طرفين، عندنا البيئة الخارجية والبيئة الخارجية عندنا أولا نسميها البيئة الخارجية العامة اللي هي القوى الاقتصادية، مثلا لو صار في انفليشن يعني صار في تضخم في السوق يؤثر على المنظمة. القوى الاجتماعية، العادات والتقاليد والأنظمة الاجتماعية، الأعراف تؤثر على المنظمة. يعني خلنا أخذ مثال بسيط، أقول مثلا الإعلان التجاري الذي يخرج في السوق السعودي يجب أن يكون يعني محتشم بخصوصية المجتمع السعودي، لا يمكن أن أخرج إعلان تجاري يعني فيه مثلا أشياء خارجة عن يعني ثقافة المجتمع السعودي. هذا الإعلان ربما يؤثر سلبا بدل ما يؤثر إيجابا، يؤثر سلبا على نجاح هذه المنظمة. القوى القانونية والسياسية، قلنا أنظمة الدول مثلا لو كانت الدولة تحد من الاستثمار الأجنبي أو تساهم فيه هذا تعتبر نظام للدولة. القوانين،
القوى التكنولوجية، هل يعني التكنولوجيا المستخدمة في هذه المنشأة تكنولوجيا متقدمة جدا أو متأخرة؟ طيب ليش أنا لازم أدرس اللي هو التكلفة المنفعة؟ هل جدوى استخدام التكنولوجيا المتقدمة في هذا المشروع مجدية ولا مجرد إضافة أموال وإضافة يعني برستيج على المنشأة بدون حاجة؟ لذلك لابد أتأكد أني أنا أستخدم كل هذه الأمور ببالانس، يعني بتوازن. البيئة الطبيعية، يعني البلد اللي فيها براكين وزلازل وفيها مشاكل ليست مثل البلد المستقرة، فأيضا الكوارث الطبيعية لها دور في الحد من الاستثمار الأجنبي مثلا، أو أني أتأكد أنها يعني ما راح تسبب لي مشاكل اقتصادية في المستقبل. البعد الدولي، وهذا ضروري جدا، البعد الدولي معناها أن نحن نعيش الآن في قرية صغيرة ولا يمكن أن يعني ننكر هذا. نحن نستطيع من خلال وجودنا في مكاننا في المملكة على كمبيوتر شخصي أدخل على مواقع كثيرة عالمية وأعمل اتصالات مع ناس في دول العالم، وأستطيع أن أعمل أيضا يعني شراء لمنتجات معينة عالمية ومنافسة للمنتجات الداخلية. إذن هذا البعد الدولي له دور كبير جدا في نجاح المنظمة أو فشلها. البيئة الخارجية الخاصة اللي هم المنافسون، يعني هذا المستشفى له مثلا منافس، أو هذا المحل له منافس، أو هذه الشركة لها منافس، إذن المنافسون يعتبرون بيئة خارجية خاصة. العملاء أو الزبائن أيضا يعتبرون من البيئة الخارجية الخاصة. الموردون اللي هم يوردون المنتجات إلى هذه الشركة. الشركاء الاستراتيجيين اللي هم مجموعة من الشركاء اللي يعملون مع هذه المنشأة في داخل المنطقة. مثلا لو قلنا نقول مثلا شركة الآن تشيس مانهاتن شريك استراتيجي لسيتي بانك، أو نقول مثلا الاتش اس بي سي مع البنك السعودي البريطاني، هذا يعتبر شريك استراتيجي، إذن هو يعتبر من البيئة الخارجية الخاصة. المشرعون اللي هم يضعون القوانين واللوائح والأنظمة التشريعية القانونية للمنظمة، فتؤثر وتتأثر، بمعنى أن هناك يعني سهمين رايحين باتجاهين مختلفين، من ناحية التأثير ومن ناحية التأثر. المنظمة من اللي يعمل فيها؟ المنظمة محتويات أو مكونات المنظمة هي العاملون فيها، اللي هم اللي يعملون فعليا داخل هذه المنظمة. الملاك اللي هم من يملكون هذه المنشأة. البيئة المادية بجميع تجهيزاتها، بالمبنى، بالبنية التحتية، بكل ما تملكه هذه المنظمة من يعني موارد. وكذلك الهيكل التنظيمي لهذه المنظمة بجميع يعني فئاته وبجميع أيضا إداراته، وأخيرا ثقافة هذه المنظمة. ليش نسمع إحنا الآن نقول أن يعني كنا نسمع ولا زالت الصورة الذهنية منطبعة عند الكثيرين عن أرامكو، أن موظف أرامكو يكون موظف ستريكت، يعني يربط حزام الأمان، أنه يجي من الصباح ولا يطلع إلا آخر الدوام، أنه منظم، أنه عنده فكر واسع. ليش هذه الصورة الذهنية التي خلقت عندنا عن هذا الموظف الذي يعمل في شركة أرامكو بسبب يعني فترات طويلة من الزمن أسست لها ثقافة معينة؟ هذه الثقافة حتى لو كان هناك موظفين يعني متسيبين أو غير جادين أو عندهم مشاكل، لكن هذا انطبع في ذهن الجمهور الخارجي، وبالتالي هذه الثقافة بدأت تنتقل من جيل إلى جيل ولا يمكن أن تتغير بسهولة، لأنها تعبر عن عادات وتقاليد وأعراف موجودة داخل هذه المنظمة. إذن العلاقة بين البيئة والمنظمة، أول حاجة أن المنظمة مطالبة بفهم عناصر البيئة واتجاهات تحولها، بمعنى أن عندي أنا مجموعة من العناصر البيئية، أنا الآن أشوف شو الاتجاه لهذا يعني العلاقة اللي بين المنظمة وبين البيئة. الميزة التنافسية التي نكتسبها تضمن لنا البقاء، بمعنى أني أنا الآن لما يكون عندي ميزة تنافسية في هذه المنشأة، أني أنا عندي الريادة في التكلفة الأقل. أنا الآن عندي محل تجاري، هذا المحل التجاري أنا أصبحت رائدا في التكلفة الأقل، بمعنى أني أنا أبيع منتجاتي بأقل سعر ممكن. إذن أنا اكتسبت الآن ميزة تنافسية يعني أنافس فيها في السوق، وأيضا يعني مختلف عن الغير، وبالتالي هذا الاختلاف بيني وبين المنافسين يعطيني ميزة تنافسية تضمن لي البقاء. طبعا البيئة تتميز دائما بالتعقيد. ليش؟ لأن فيها عوامل ومتغيرات كثيرة، فأنا ما أقدر يعني عندي عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وكل العوامل ذي تكسب البيئة نوع من التعقيد في التعامل معها، وأيضا
ميزة البيئة أنها فيها ديناميكية، بمعنى أنها متحركة متجددة متغيرة مستمرة، وبالتالي هذا الديناميكية في البيئة يجعل منها أيضا مميزة. وكذلك تتميز البيئة بأن فيها ظروف عدم التأكد، لأني دائما أتعامل معها من خلال التخطيط للمستقبل من خلال عدة سيناريوهات، هذا السيناريو يمكن ما يمشي، أمشي على السيناريو الثاني والثالث وهكذا، ففي توطيد العلاقة بين المنظمة وبين البيئة. أيضا المميزات الحديثة لمنظمات الأعمال، أول حاجة تلتزم فيها المنظمات الحديثة هي خدمة العملاء، زي ما قلت قبل شوي، أن الترمومتر الحقيقي المقياس الحقيقي لنجاح أي منظمة هو العميل. العميل إذا قال أنه ممتازة، إذا ممتازة، إذا الخدمات اللي تقدمها ممتازة، العميل هو مؤشر حقيقي لنجاح المنظمة. لو قال العميل أن هذا المنتج ما هو جيد، راح ينتشر بشكل كبير. لذلك مهم جدا أن المنظمات ترضي عملائها بالشكل المطلوب. حتى في النظرية اليابانية الآن بدأوا ينظرون في مفاهيم الجودة إلى ما هو أبعد من رضا العميل، فيقولوا نحن we want to please the customer، مش فقط we want to the customer to be satisfied، يعني لا نريد فقط إرضاء العميل ولكن نريد إسعاده، وإسعاد العميل معناها أن احنا نفوق توقعات هذا العميل وخليه مبسوط جدا. الالتزام بالجودة، وهذه طبعا هناك معايير عالمية وهناك مقاييس نضعها لكي نحقق هذا المفهوم في المنظمات، وكذلك التكنولوجيا واستخدامها لخدمة المنتج ولخدمة جودة هذا المنتج. طبعا التكنولوجيا زي ما قلت لو استخدمت بشكل أكبر يمكن عائدها يكون قليل، وبالتالي يعني لا ليس منها جدوى كبير. لذلك يجب أن أتأكد أن هذا العائد الذي يأتي من استخدام التكنولوجيا مؤثر فعلا وذو جدوى على نجاح المنتج ونجاح المنظمة. المحور الثاني في حديثنا اليوم هو ثقافة المنظمة، وثقافة المنظمة لو لاحظتوا معي قلنا هي الأعراف والعادات والتقاليد وال يعني كل ما يتعلق بالمنظمة من أشياء تجعل الممارسات مقبولة وأيضا مشهورة في المجتمع. فالعرف اللي موجود في هذه المنظمة ربما لا يكون موجود في منظمة أخرى. فلو قلنا مثلا أن هناك منظمة تلتزم بأن موظفيها كلهم يوقفون سياراتهم بشكل صحيح، خلاص تصبح ثقافة، أن هذه الثقافة منتشرة في هذه المنظمة، لكن ليس بالضرورة أن احنا نجد هذا السلوك موجود في منظمات أخرى. إذا عندي أنا في ثقافة المنظمة بيئة الأعمال، القادة الاستراتيجيون، النجاحات والمكاسب، وهنا أنا أنظر في ثقافة المنظمة إلى نظام القيم والمعتقدات والسلوكيات والممارسات والعادات والتقاليد التي يتقاسمها أعضاء التنظيم وموجهة للسلوك الفردي. بمعنى أني لو مثلا كل أعضاء المنظمة يوقفون سياراتهم في أماكن المخصصة لهم، وجاء واحد وقف في مكان زميل آخر، هذا لا يمكن، هذا السلوك الفردي الخاطئ نعمه على سلوكيات الأفراد في هذه المنظمة، هذا يعتبر سلوك شاذ. وبالتالي السلوك الذي ينطبع لدى المجتمع الخارجي عن هذه المنظمة أن كلهم يوقفوا سياراتهم في نفس المكان المخصص لهم، هذا السلوك الفردي اللي هو يعتبر شاذ، هذا لا يمثل هذه المنظمة، وبالتالي يصبح هذا الفرد منبوذا من هذه الثقافة أو هذه المنظمة أو هذه السلوكيات اللي موجودة داخل هذه المنظمة. إذن هنا زي ما قلنا الحس التاريخي، لما قلت أرامكو قبل شوي، حس تاريخي موجودة، ثقافة منظمة أرامكو موجودة منطبعة عند الأجيال، جيل بعد جيل بعد جيل نتحدث عن هذه الثقافة. أيضا شعور التوحيد، بمعنى أني أعمل الآن يونيتي، كلنا مع بعض يجب أن نمارس هذه السلوكيات، وكلنا مع بعض يجب أن نتفق مع بعض على أن احنا نمارس هذا السلوك. هذه تنشر ثقافة ما يسمى بالعمل المؤسسي داخل المنظمات. أيضا من ضمن يعني أهدافها ومن ضمن أيضا نتائجها الإيجابية أنها تطور الإحساس بالعضوية والانتماء للمكان وإلى العمل وإلى أيضا يعني المنظمة، وكذلك تزيد من التعاون بين الأعضاء، بمعنى أن كل عضو يحاول أن يساهم مع زميله في أنه يصل بدرجة متقدمة من التعاون والتنسيق لخدمة هذه المنظمة. إذن العناصر الرئيسية لثقافة المنظمة، نقول الثقافة الجوهرية هي القيم، قيم ومعتقدات حول الطريقة الصحيحة للسلوك،
بعدين يجي الهيروز الأبطال اللي نسمع قصص عنهم، نقول هذا بطل قاد المنظمة، مثل بيل جيتس الآن بطل قاد المنظمة شركة مايكروسوفت إلى يعني مصارف يعني شركات المتقدمة، هذا نسميه هيرو. القصص القديمة اللي تنتقل من فترة إلى فترة كي تؤسس وتجسد ثقافة داخل هذه المنظمة، هذه أيضا لها دور كبير في نجاح المنظمات. أيضا الطقوس والشعائر الدينية واللي موجودة داخل المنظمات لها دور أيضا في تأسيس هذه الثقافة. والرموز، الرمز يعني شخص يعتبر رمزا لهذه المنظمة يجب أن يذكر دائما حتى يعني يجسد ثقافة جيدة داخل هذه المنظمة. في التنوع الثقافي، وهذا طبعا احنا الآن نعيش في منظمات أعمال فيها تنوع ثقافي، بمعنى أن عندي أشخاص من السعودية، من الكويت، من لبنان، من بنغلاديش، من الهند، من فلبين، من الصين، من أمريكا. كل هذا التنوع الثقافي معنى أن هذول الأشخاص جايين من ثقافات ومن أديان ومن معتقدات مختلفة، وأنا أبي أدمجهم كلهم في منظمة واحدة. فأنا كي أدير هذا التنوع الثقافي يجب أن يكون عندي ما يسمى بالحساسية الثقافية، بمعنى أني أكون يعني politically correct زي ما يقولون، أو يعني لبق في التعامل مع هذه النوعية من الثقافات كي لا أجرح شعور شخص على حساب مثلا معتقده أو دينه أو ثقافته التي ينتمي إليها فعليا. فكي أدير هذا التنوع الثقافي بالشكل المطلوب يجب أن أكون قادر على التعامل مع ثقافات ومع جنسيات ومع أعراق مختلفة في نفس الوقت. يساهم هذا النوع التنوع الثقافي في تأسيس ثقافة منظمة قوية. من الإيجابيات أن يكون في تعدد في طبعا يعني المشارب والأفكار، هذا خريج فرنسا، هذا أمريكا، هذا ألمانيا، هذا غيره، فهذا التعدد جيد في أن يضع سياسات قوية داخل المنظمة. الأقليات جيدة أن تمثل في كل المستويات كي تعطيني التكامل الهيكلي لهذه الأدوار اللي يأخذها كل شخص في مستويات إدارية مختلفة. أيضا غياب الحكم المسبق والتمييز، هذا يعني ما يكون عندي مايند سيت خلاص هذا الشخص جاي من بنغلاديش كل البنغلاديشيين فيهم كذا، لا، يجب أني أشوف الشخص وسلوكياته وتعامله بعدين أحكم عليه. التمييز العنصري، إن هذا مثلا من دين مختلف، ولا هذا من جنس مختلف، ولا هذا مثلا من جنسية مختلفة، لا، يجب أن يكون عندي نوع من زي ما قلنا التميز في الطرح، أنه بناء على الجهد الذي يبذل وبناء على الإنتاج وبناء على السلوكيات الجيدة التي يقوم بها هذا الشخص بصرف النظر عن ما ينتمي إليه من أشياء. هذا يقلل من النزاعات، لأنه الآن الأشخاص كلهم يحسون في عدالة، في نوع من التعامل الجيد، وبالتالي يقلل من الصراع داخل المنظمة. المخاطر التي يمكن أن تأتي أو التحديات التي تأتي نتيجة التنوع الثقافي، إن الحكم المسبق زي ما قلنا، هذه جنسية معينة خلاص أنا عندي حكم عليها أنها فاشلة، خلاص بيصير عند المنظمة كلهم نفس الحكم، وهذا مشكلة. السقف الزجاجي، بمعنى أنك ممكن أن تصل إلى يعني مرحلة متقدمة من التطور ولكنه يصبح سقفا زجاجيا، بمعنى أنه ممكن أن يكسر في أي لحظة حتى يعني تصبح متهشمة أو ضعيفة في تعاملها. نفس الشيء بالنسبة للجدران الزجاجية، وكذلك الحكم ضمن القوالب الجاهزة اللي هي طبعا عندي طريقة معلبة للتعامل مع هذه الجنسيات المختلفة، أتعامل معها كما هي ولا أنظر إلى يعني كل شخص لوحده. الفردية، وهذه طبعا مشكلة، أني أنظر الأفراد على أنهم individuals يعني فرد واحد، ما أنظر إلى المؤسسة ككل. والثقافة الثنائية اللي هي طبعا بيني وبين ثقافة معينة يكون تمازج أو اندماج، فيعني أحكم عليها أو يعني أجاملها على حساب الثقافات الأخرى. صراع الأدوار، وهذا طبعا مشكلة كبيرة في المنظمات، أنه ممكن يكون صراع للمجموعات أو صراع للأفراد داخل المنظمة بسبب تضخم أو ترهل الهيكل. تضخيم الأدوار، بمعنى أني أعطي الإنسان حجم أكبر من الحجم الذي يستحقه، وبالتالي ينظرون للأشخاص الآخرين على أنه يعني ليش نعطيه هذا الحجم. ممكن التحرش الجنسي داخل العمل، وهذا مشكلة في منظمات لما يحدث فيه اختلاط بين يعني الطرفين. هذا يؤثر على سلوك الأفراد ويتأثر به، يمكن أن يؤدي إلى تراجع في الأداء وإحباط حقيقة، ويمكن يؤدي إلى صراعات في داخل المنظمة.
الجانب الأخير اللي نتحدث عنه اليوم هو العولمة والجانب البعد الدولي. والعولمة زي ما نسمع عنها هي اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، ولكن المقصود فيها أن احنا قاعدين نعمل مع تشبيك للعلاقات أو ارتباطات بيننا وبين الاقتصاد العالمي، والتطور في التكنولوجيا أدى إلى سهولة العولمة بشكل كبير. زي ما قلنا نحن نعيش في قرية صغيرة، بمعنى أن اللي حوالينا كلهم من أطراف مختلفة، وبالتالي أصبحت يعني الايدنتيتي اللي هي نسميها يعني الهوية الوطنية الحقيقية للأسف غير موجودة بفعل العولمة الساحقة اللي اكتسحت العالم ككل. العولمة طبعا لا تتوقف عند الاقتصاد، طبعا هناك ديبيت كبير في العولمة أن القوي هو الذي أخذ الصورة الذهنية العالمية والضعيف يعني ليس له هوية، وهذا طبعا نقاش جدلي كبير. العولمة أخذت جميع مناحي الحياة وليس في اتجاها اقتصاديا فقط. الآن طبعا أصبح هناك مجال أكبر للموارد، وقلنا الموردين العالميين اللي موجودين على مستوى الدول أيضا بدأوا يعني يزحفون بأفكارهم وبإبداعاتهم وبمنتجاتهم عالميا. يزيد المخاطر التنافسية، أن معناها أني أنا في الداخل الآن محافظ على نفسي، أني أنا لا يجيني أحد من الخارج يخرب علي. فوجود العولمة أثر على الإنتاج الداخلي وجعل من المنتجين الداخليين أنهم يتميزون لكي تصبح جودتهم عالمية وليس محلية، فأصبحت المخاطر التنافسية كبيرة. بروز الحاجة إلى الإدارة الدولية التي تستطيع أن تدير العولمة وتدير التنوع الثقافي المختلف الموجود في دول العالم. العولمة معناها أن احنا ننتقل من الأعمال المحلية إلى الأعمال العالمية، فنبدأ بالأعمال المحلية ثم يكون عندنا أعمال ارتباطا دوليا، ثم يكون عندي أعمال متعددة الجنسيات، ثم يكون عندي global business. فنحن ننتقل من الدومستيك إلى الانترناشنال إلى المالتي ناشنال إلى الجلوبال بزنس. هذا التحول للعولمة من منظمة صغيرة محلية إلى منظمة دولية إلى متعددة الجنسيات إلى منظمة عالمية على مستوى العالم. طبعا عندنا أبعادا كثيرة لبيئة الأعمال الدولية. أول نقطة هو البعد السياسي، وهذا طبعا يكون فيه مخاطر للسياسة وعدم الاستقرار السياسي، مثل القوانين والتشريعات والتكتلات الاقتصادية والهيئات الدولية اللي نشوفها، مثل نافتا ومثل الأيشن جروبز، ساوث إيست أيشن جروبز اللي هي جنوب شرق آسيا، أو جي سي سي اللي هي منظمة مجلس التعاون الخليجي أو غيرها. التكتلات، البعد الاقتصادي يكون في تطور اقتصادي وبنية تحتية وسعر صرف وأسواق مختلفة، وفي البعد الاجتماعي اللغة وأيضا الاهتمام بالوقت والدين والعقود والاتفاقيات فيما بينهم، فهذه تشكل للبيئة الدولية للأعمال. إذا من ضمن الأنماط الرئيسية الأعمال الدولية، أول حاجة استراتيجيات الدخول إلى الأسواق العالمية عندنا عن طريق الاستيراد أو التصدير أو الامتياز والتراخيص اللي يسمونها joint venture أو licensing، واستراتيجيات الاستثمار المباشر مثل المشاريع المشتركة أو الفروع المستقلة، وهذه نشوفها مثلا في بعض الشركات اللي يكون عندها شريك أجنبي بنسبة 30% أو شريك محلي بعدين شريك أجنبي بنسبة 50-50. شكرا جزيلا لكم وأراكم على خير.